خلينا نروح للنجم الكبير كابتن نبيل الطرابلسي، الحقيقه المدرب العام السابق لمنتخب نيجيريا، اللي هو كان من اسبوعين فقط متواجد مع المنتخب النيجيري. كابتن نبيل، ازاي حضرتك يا فندم؟ كيف كابتن لينا؟ ولينا وحشه ليك كابتن، كيف حالك؟ الحمد لله ابو كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ وسعداء جدا بوجودك معانا الحقيقه. شكرا شكرا، لي شرف كمان اني مناسبه نهني النادي الاهلي بالسوبر ليج، ونتمنى له كذلك التقدم ان شاء الله، يعني لاحسن الى احسن ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن نبيل. كابتن نبيل، بالنسبه للمنتخب النيجيري، الكل ينتظر، الكل في مصر هنا ينتظر مواجهه المنتخب المصري امام المنتخب النيجيري. من اسبوعين او من 3 اسابيع كنت حضرتك المدرب العام للمنتخب النيجيري، اشرح لنا لو او تقدر على قد ما تقدر تقول لنا مواطن او قربنا اكتر من المنتخب النيجيري. والله فما، تعرف انت كابتن، فما عوامل خارجيه وفما عوامل داخليه، يعني فما المقابله. العوامل الخارجيه يلزم المنتخب المصري ياخذ حذره، لانه تعرف انت الجماهير النيجيريه تكون يعني متوافره بعدد كبير ياسر، خاصه تعرف انت المسافه الحدود بين الكاميرون ونيجيريا حوالي 100 كيلومتر، يعني سكان قارو واش تكون مقابله، تكون جماهير غفيره وغفيره جدا، وهذا دافع جماهيري يعني يخلي يعني جانب نفساني يعني شي يساعد المنتخب النيجيري. هذا كنا نعرفوه نحن، لان زرنا المعسكر وشفنا الجماهير النيجيريه يعني قبل شهر، يعني بصراحه يعني جماهير كبيره ياسر. بالنسبه هذا يعني، ولذلك نصور المنتخب المصري لازم يحضر اللاعبين تاعه ويأثر اللاعبين تاعه من الجانب هذا، الجانب النفسي اللي يكون مهم جدا. ولكن نتصور المنتخب مصر عنده على دكه البدلاء لاعبين اللي يتحصلوا على كاس افريقيا، كما وائل جمعه، كما الحضري، كما الناس عندها خبره تجب تاثر، تكون عندهم دور كبير في تاثير اللاعبين، خاصه من الجانب هذا الجماهيري. بالنسبه للمقابله كحد ذاتها، اكيد مقابله من طراز عالي، تكون قيمه فنيه يعني من احسن النجوم، يعني خاصه البريمير ليج نشوفوا يعني كالنجم محمد صلاح اللي نعتبره انا من احسن اللاعبين في العالم. ما تنساوش زاد المنتخب النيجيري في الجانب الاخر فما ايفوبي، فما لاعب ايفرتون، فما شيكويزي، فما لاعبين انديدي، ناتشو، يعني تكون مقابله بصراحه يعني من الهاي ليفل، تكون ان شاء الله نشوفوا مقابله محترمه، وان شاء الله يعني الجماهير تستمتع بالمقابله هذه. تمام. الغيابات في المنتخب النيجيري جاله بعض اللاعبين الآخرين، كيف ستؤثر الحقيقة في المنتخب النيجيري؟ قالوا كابتن، تعرف انت كان في نسخة 2019 هداف في الدورة، نعم، يعني 7 أهداف، كان من أحسن المهاجمين، من أحسن خاصة في البوكس، يعني لاعب ممتاز جدا. تعويضه بصراحة يكون صعب يعني مؤثر، وخاصة نحن اخر مقابله هو وقف، وبعد ما يعني تكلمنا معاه ورجع اخر مقابله يعني قبل كاس افريقيا ضد كاب فيرد ومشى معنا، ولكن للاسف انه اتغاب. فيكتور شيمان يبقى لاعب ممتاز جدا، لاعب فريق نابولي، مهاجم يعني من طراز عالي بصراحه. بالنسبه للاعب فالفورد دينيس، لاعب ممتاز، لاعب كذلك بول، لاعب المنتخب الفريق البلجيكي، يعني جانج هداف الدوري البلجيكي، يزن غايب. لاعب بالوغون المدافع، يعني هو من يعني يعرف كيف يحكي مع المدافعين، زاد يكون مؤثر. نصور الغياب باش تاثر شويه على المنتخب النيجيري، خاصه من الناحيه الدفاعيه. لكن الهجوم، تعرف كابتن، المنتخب النيجيري ما شاء الله يعني عنده مهاجمين، يعني الحقيقه مظبوط، بالضبط عنده مهاجمين يعني الخيار. نحن كنا قبل يعني حوالي من 2016 مع المنتخب النيجيري كانت عندنا مشكله هو في الخيار الهجومي، لانه لاعبين يعني تلقى دوبل وتريبل في نفس المكان في نفس البوست. كانت عندنا مشاكل، خاصة كان في الدفاع، بصراحة الدفاع كان عندنا دائما مشاكل في وجود لاعبين يعني يكون من هاي ليفل. ولكن يبقى المنتخب النيجيري يعني رقم صعب ويزم حذر منه. طيب، لو بكرة إن شاء الله ربنا كرم وفاز المنتخب المصري، من وجهة نظرك كيف يستطيع أن يفوز المنتخب المصري على المنتخب النيجيري بكرة؟
هو شوف، هي فما قراءة المقابلة قبل المقابلة وفما قراءة في وسط المقابلة. هي قراءة قبل المقابلة أكيد هو الجانب التكتيكي، تعرف كيف تحضر مقابلتك، وخاصة العامل البدني اللي هو شكون مهم جدا في تغيير البدلاء اللي يدخلوا في الشوط الثاني. تعرف انت فما ماراثون، انا شايفك مركز على البدلاء دائما. اوكي مهم جدا، مهم جدا بصراحه. مهم جدا البدلاء، يعني تغيير البدلاء شكون عنده، خاصه هذا هو يعني صنعه المدرب. وانا دائما اقول هي اللايف كوتشنج، هو التعامل مع المقابله في وسط المقابله مهم جدا. يعني تقرا المقابله، تفهم المقابله، تغير شكل الرسم التكتيكي، لانه تعرف انت اذا رسم تكتيكي تاع مصر تقراه، تحاول انك تغير، تشوف نقاط الضعف، تشوف نقاط القوه، وهذا هو اللايف كونشنج. يعني في وسط المقابله فما تغيير، فما تعليمات باش تغير المقابله، وهذه مهم جدا أن المدرب وخاصه الاطار الفني يعني يساعد المدرب وتكون عمل مجموعه، وهذا مهم جدا. بالنسبه لي انا شكون الكرات الثابته تكون زاد، شفنا نحن المقابلات اول دوره عدة كرات ثابتة، فما ضربات جزاء، تكون زاد عامل مهم جدا خاصة يعني في الجانب النفسي، ويعني وخاصة يعني في الجانب التحذيري يعني للمقابل للمخالفات، هذا يكون مهم جدا لأنه هو شامل الفارق نسوي في المقابلات هذه. كابتن نبيل، مين اللي هيكسب بكرة، منتخب مصر ولا منتخب نيجيريا من وجهة نظرك؟ طبعا كعربي نتمنى منتخب مصر. نعم. كحبي كإنسان دربت 5 سنوات ونصف، عندي علاقة طيبة مع اللاعبين مع أصدقائي هناك، نتمنى أنه تكون مقابلة محترمة، نتمنى أنه الأحسن يربح، ونتمنى أن نشوفه مصر في المربع الذهبي، ولا علاش لأنه يفوز يا رب إن شاء الله. طيب أخذ حضرتك للمنتخب التونسي برضو، المنتخب التونسي كيف ترى المنتخب التونسي في مش مشكلة في كأس الأمم الأفريقية؟ منتخب تونسي يبقى رقم صعب دائما. منتخب تونسي شفناه في نسخة كأس افريقيا وصل دور النهائي، كأس العرب دور النهائي مع ضد المنتخب الجزائري. منتخب تونس يعني بصراحة كل مقابلة منذر كبار يعرف كيف شق المقابلة، يعني بصراحة نشوف تونس تبقى دائما رقم صعب. تونس دائما شفناه نحن في نسخة مصر كان في الدور نصف النهائي، يعني خسر في يعني ضد المنتخب السنغالي في الدور النصف النهائي، وشفناه قدم مردود ممتاز جدا، حوالي 60% من المجموعه موجوده مع خبره المساكني، خبره الصخيري، يعني لاعبين مع فما يعني لاعبين يعني صغار كما الحنبا كما دريغا. شوفوا منتخب تونس يعني بصراحه شكون عنده دور كبير ياسر. وما ننساوش كذلك المنتخبات الاخرى كيما المنتخب الجزائري يبقى كذلك رقم صعب، وصعب جدا، وعنده خبره، عنده مجموعه محترمه جدا. يعني شو نشوفوا بصراحه يعني شكون مفاجات، يعني نصور مفاجات مش كبيره، خاصه التوب فايف اللي هما السنغال، المغرب، الجزائر، نيجيريا، و يعني وكاميرون، فريق يعني كاميرون، كوت ديفوار، مصر، هذوما يعني فرق شكون عندها يعني شكون دائما نصورها تأثر، شكون عندها يعني نشوفوها في يعني في البوديوم، نشوفوها في المربع الذهبي. اخيرا كابتن نبيل، عايز اسالك برضو عن تعاقد الاتحاد النيجيري مع بيسيرو، ولكن ما بعد بطوله الامم الافريقيه، هل ده قد يؤثر سلبا على المنتخب النيجيري، ولا الموضوع ده ما حدش بيفكر فيه كتير؟ والله شو اقول لك، يعني انت وانا ما نعرفش بيسيرو، شفناه كان مع الاهلي، مع الاهلي ما عادش تصلح لي المعلومه. لا صح مظبوط. بالضبط مع الاهلي، يعني نصور انه مدرب ولات عنده خبره بال منتخبات افريقيا بادغال افريقيا، صح نصور انه كذا يختار المجموعه، خاصه تعرف انت هو دائما نحن نركزوا على المدرب ونساو المجموعه اللي معاه، لانه يعني فما مجموعه خلف الستار تعمل، ويلزم المدرب يعرف يختار المجموعه اللي تخدم معاه، وخاصه يعني تكون من اذا تمشي نيجيريا، انا كخبرتي انا تختار الناس من نيجيريا اللي هما يمشوا مع فكرك يعني مع افكارك ويجمعونك. نحن كان عندنا الحظ محظوظين، اشتغلنا مع لاعب يوبو اللي عنده خبره كبيره، اشتغلنا مع مدرب حراس ممتاز، اختيار كان بصراحه يعني اختيار ممتاز، واشتغلنا حوالي 5 سنوات ونص مع بعض، وذيك اللحمه اللي خلت انه الاطار الفني تاعنا ينجح. يعني
انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن نبيل الترابلسي، طبعا المدرب العام لمنتخب نيجيريا السابق. الحقيقه السابق ده يعني كان من اسبوعين ثلاثه موجود مع رور المدير الفني السابق الالماني السابق لمنتخب نيجيريا، واللي تمت اقالتهم الحقيقه ما قبل كاس الامم الافريقيه باسبوعين فقط.